تزعزع اقتصاد المنطقة ككل. لنقول احنا بلد واحد المختلف، المنطقة منطقة الشرق الاوسط كلها تزعزعت. يعني على سبيل المثال نقول مثلا مصر على سبيل المثال، نعم. تعتقد انه اقتصاد مصر متأثر بالحرب، مع انه مصر ليست طرف بالنزاع اصلا. نعم. اعتيادي. الاردن كذلك. سوريا دخلت الى الحرب بشكل غير مباشر جزئيا، لكن مثلا الاردن، تركيا على سبيل المثال، اوتوماتيكيا المنطقه كليتها تزعزعت، خلخلت، دخلت في حاله قلق، حاله عدم استقرار. هذه زعزعت الاقتصاد المنطقه كليتها. احنا كعراق احنا ما دخلنا الحمد لله الى سب، نعم. بشكل غير مباشر الا كمساعدات وشغلات، وفتحنا اليوم الحمد لله والشكر فتحنا ابوابنا لاخوتنا اللبنانيين لاستقبالهم. لكن اليوم لاحظت انه مثلا الدولار كان ب 1480، نعم. اليوم وصل ل 1510، يعني مباشره انه صار قلق. لا هذا الصعود والنزول صار لأكثر من أسبوع تقريبا. لا بس يعني هاليومين بالذات أثرت. طبعا واحدة من أسباب ارتفاعها هو الحرب. جيد. اقتصاديات المنطقة كلها تزعزعت، خلخلت. جيد.